الفنانين عليا الشرف باش نجلس مع نخبه من الفنانين الزوينين واكثرهم لاله فاطمه وشاي اللي هي ماماتي في الفيلم وسي رشيد الوالي زعما انا عندي الزهر الله يحفظكم وميرسي. وسميت الفيلم ما قلتيش لنا سميت الفيلم الشبيه ان شاء الله في رمضان على القناه الثانيه الشبيه ولكن نتمنى انا يتبدل السميه وتولي بابا ولا كلاس الله سالي هدى كنت ناشط يلاه فطرت فهمتي سا مصدعاني كتقول لي بلاتي نديروا لها فيديو نديروا لكم كلها بلاتي هدى شرف هدى كل عام وانتي بخير جويز انيفرسير هابي بيرثداي باش ما بغيتي وباش ما نويتي في خاطرك الله يعطيك امين امين سلمي بزاف على ماماك الله يرحم والد في هذا النهار وتهلاي بزاف راسك وسنه حلوه لا بشرى لتوت لا فامي ميرسي تبارك الله عليك